من أهم الخطوات التي قامت بها مديرية ثقافة الطفل، لأنها تفسح المجال للفنانين الذين يقومون بعمل مبدع للأطفال ليتعرف الناس على أعمالهم وتصبح جزء من رسائل المستقبل. لدينا الكثير من الكتاب والمبدعين وكتب مدرسية، ولدينا كتب قصص للأطفال. التعرف على الفنانين الحقيقيين الذين يستطيعون نقل هذه الكتابات إلى صور، وأغناء الكتب العادية بصور وأغناء الكتب المدرسية بصور، خطوة كثير هامة في مجال تطوير العمل الفني أولا، ذوق الجمال ثانيا. الورشة كانت الثالثة، فيها ميزة خاصة، فيها طعم خاص، إنه الكل كان حابب يشتغل، لكن كل عنده ثوابت بذهنه مثل كلياتنا. يعني لما بيكون عنا ثوابت متعلقة بذهننا ما عم نقدر نغيرها، ما عم نقدر نتحرر منها. يعني بعد ما مشينا شوي أنا حسيت إنه ما حيطلع معنا شيء، قمت قلت لهم لا، بدنا نعمل عصف دماغ وبدنا نضشط المخيلة، وأي شيء عجيب غريب بيجي ببالنا بدنا نحطه. اللوحات اللي رسمنا عنا كانت محددة بمواضيع معينة، هني عن الشهادة، عن الشهداء، الأطفال اللي عندهم مشاكل بسبب ظروف هاي الأزمة. هون الطفل يعني أخدي مقاطع طبعا من القصة أو من القصيدة، هون عايش حالة خوف، هون كيف الحرب أثرت بالطفولة. أنا بعمل بأسلوبي دائما للخيال، وبستخدم الألوان الفاقعة اللي هي بتلفت انتباه الطفل، وبحاول أتلبس الشخصية بكافة جوانبها لحتى تطلع تشبهني وتكون قريبة أكثر للطفل. هلا باللوحة الأولى هون أنا حس يعني كانت فكرتي إنه الشهيد هو اللي عم يحمي الوطن من بعيد، هو صح خيال، ويعني واضح إنه هو ما نو عايش، لكن هو النور اللي عم يضوي على البلد، هو اللي عم يحميها.